تشهد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر والدول المختلفة لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وتنسق جمعية الهلال الأحمر المصري وصول هذه الشاحنات بالتعاون مع نظيرتها الفلسطينية عبر معبر رفح البري، الذي دخل من خلاله اليوم أكثر من 150 شاحنة متجهة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم، فضلا عن دخول شاحنات الوقود واستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود. نعم أميرة، بعد التحية، كما تحدثت مدينة العريش هناك بها عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جوانب الطريق هنا. هذه الشاحنات هي مساعدات إنسانية مقدمة للأشقاء الفلسطينيين سواء من مصر أو حتى من خلال الدول التي تأتي عبر مطار العريش، الذي استقبل حتى الآن ما يقرب من 370 طائرة. هذه الشاحنات كما ذكرت أيضا يتم التنسيق لذهابها إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. معبر رفح اليوم نتحدث عن أنه من البوابة المصرية دخل أكثر من 150 شاحنة، تحديدا 107 شاحنة من متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، ثم 92 شاحنة متجهة إلى منفذ العوجة، يعني تمهيدا بالطبع لدخول عدد منها إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات وقود للغاز. أيضا على الجانب الآخر، المعبر لازال يستقبل كل المصابين والجرحى حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها. المعبر استقبل اليوم 6 مصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية المختلفة لهم، بالإضافة بالطبع إلى الاستمرار في استقبال رعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية. ربما أيضا غدا سيكون هناك زيارة هامة لعضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة السفيرة الأمريكية بالقاهرة. هذه الزيارة ستكون لمعبر رفح، وأيضا سيتم تفقد المساعدات والشاحنات المصطفى. وربما هذه الزيارة بالتأكيد ستكون هامة تمهيدا لزيارة مرتقبة كما علمنا للوزيرة الهولندية سيجريت كاج، التي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. هذه الزيارة لها ستكون خلال الأسبوع القادم، وقد علمنا أيضا من وفد الأمم المتحدة المتواجد في مدينة العريش أنه من المفترض أن عمل السفيرة أو الوزيرة الهولندية سيبدأ في 8 يناير، وبالتأكيد هي المهمة الأولى التي ستوكل لها هي بحث آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بتسريع وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. فربما خلال الأيام القادمة سيكون هناك تطورات فيما يتعلق بدخول المساعدات، بالتأكيد نأمل أن تكون هذه التطورات تطورات إيجابية وتساعد في دعم الأشقاء الفلسطينيين بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، خاصة كما ذكرنا أن مدينة العريش بها عدد كبير من الشاحنات خلاف الشاحنات المتواجدة والمصطفى أمام معبر رفح، بالإضافة إلى الشاحنات التي تأتي تباعا من مصر ومن أيضا الدول لدخولها لقطاع غزة. أيضا فيما ذكرتموه بما يتعلق بالمخيم الإغاثي في محافظة خان يونس، علمنا أيضا من أحد مصادر جمعية الهلال الأحمر هنا في مدينة العريش بأن المخيم بدأ بالعمل في العمل بالفعل، واستقبل 1500 نازح من شمال غزة، يتم تقديم كل الخدمات المختلفة لهم ويتم تقديم وجبات أساسية لهؤلاء النازحين على مدار اليوم. وأيضا هناك دخول لعدد من المستلزمات إلى هذا المخيم، كنا قد تحدثنا منذ أيام هناك عدد من مواد البناء والمستلزمات الطبية دخلت بالفعل إلى هذا المخيم، وهو مخيم تم إنشاؤه بالتعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري والفلسطيني بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة مع تقديم الحالات أو الخدمة الصحية بشكل أكبر، مع التوازي بالطبع عن خروج عدد كبير من المؤسسات الصحية والرعاية الصحية عن الخدمة في قطاع غزة. مدينة العريش هنا عدد كبير من الشاحنات الموجودة، والزيارات أيضا التي ستأتي كما تحدث ربما يعني سيكون هناك تطورات سنتابعها بالتأكيد خلال الفترة القادمة، ونأمل أن تكون تطورات إيجابية بشأن دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. شكرا لك محمود جميل على هذه المعلومات الوافية، كنت معنا من مدينة العريش.